معنا كمان على الهاتف الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. مساء الخير يا فندم، وألف مبروك على تكريم السيد الرئيس لحضرتك اليوم. بارك الله لدى فيكم، وأنا يعني سعيد جدا بهذا التكريم، لأن كل إنسان يعني مجتهد ويسعى دائما أن يصل إلى التكريم، لأن التكريم شيء عظيم جدا في حياة الإنسان، يشعره بقيمة عطائه وبقيمة ما قدمه في رحلته القرآنية ورحلته الدعوية، والحمد لله أنه تحقق لي هذا التكريم اليوم بشكل أعظم مما كنت أتمنى وأتوقع، وخصوصا يعني في ظروفي الخاصة حين تعرضت لسقوط فكسر ساقي، فكان التكريم من فخامة السيد الرئيس بهذا الشكل الأبوي الذي يعني فيه كل الأخلاقيات والإنسانيات الحنونة التي يعني لم أكن أتوقعها أن طيب تكون. فضيلة الشيخ، واحنا بنتفرج على الشاشة دلوقتي، يعني كان في حديث بين حضرتك وبين سيادة الرئيس، وحضرتك قلت ان الحديث كان يعني أبوي بشكل كبير، لو تقول لنا الرئيس قالك ايه في خلال هذا الحديث؟ يعني أنا ساعة ما نزل من على منصة التكريم فبقول له فخامة الرئيس يعني خطوات معاليك ونزولك من على منصة التكريم تاجي على رأسي ووسام على صدري، قال لي لا يا شيخ عبد الفتاح، احنا بنحبك وانت تستاهل كل خير. فيعني انا يعني احسست وقتها انني اخذت كل 48 سنه قراءه التي قراتهم وذهبت من خلالهم محكما في المسابقات الدوليه ومعلما للقران في مختلف المجالات ومعهد الطاروطي لاعداد القراء والمبتهلين واستخراج أجيال حافظة للقرآن لتبقى دولة التلاوة رائدة وقائمة، أحسست أنني أخذت كل هذا المقابل في كلمة واحدة من سيادة الرئيس، لكن امتد الحديث أن أنا قلت له أنا في رسالة عايز أبلغها لحضرتك، فقال لي شعر، قلت له أقول لك ما قاله القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني دي رسالة تأييد وتثبيت ودعم معنوي من شعب يعرف قيمة المجهود الذي بذل في السنوات الماضية، وأنا أحد هؤلاء الناس الذين يعيشون الحياة بحلوها ومرها ومعاناتها، لكن لا يمكن أن نتوقف في منتصف الطريق، لابد أن نكمل الرسالة لننجز هذه الإنجازات ونجد استمرارها إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، دايما بيكون في اهتمام من القيادة السياسية ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهل الدين، خاصة في ظل الظروف والتحديات الكبيرة اللي يعني بتستهدف الدين في مصر وفي الوطن العربي، واللي بنحتاج فيها لتعظيم دور أهل الدين زي حضراتكم. حضرتك شايف الاهتمام ده ودور الدولة في يعني الاهتمام والتقدير لهذا الشق الهام جدا وتقدير أهل الدين بشكل عام؟ أولا لا تستهيني أبدا بأهل الدين، فهم القوة الناعمة التي يعني تحرك كثير من المشاعر المسلمين، يعني يقدروا يهيجوهم ويقدروا يثبتوهم ويقدروا يرجعوهم إلى العقلانية، ويقدروا يعني بيملكوا أهل الدين بيملكوا كثير من التأثير العقلي والنفسي والروحي على كثير من المسلمين، خصوصا في المساجد وخصوصا في المحاضرات وفي الندوات والآخره. فالاهتمام برجل الدين المتفتح الواعي العارف لمصالح وطنه الذي يسعى دائما أن يكون نموذج يتبنى القضايا الاجتماعية والوطنية ويعمل على حلها بأسلوب عقلاني علمي متطور بعيد عن التعصب وبعيد عن التطرف، وأنت تعرفي ما جنيناه من خلال التعصب الفكري والإرهاب الذي دمر علينا كثير من حياتنا، فنحن نريد أن يكون هناك العالم المستنير الوسطي الذي يتبنى القضايا الوطنية ويؤمن بقضايا بلده ويعلم أن الحياة دائما لا تسير على وتيرة واحدة، لابد أن
يكون نموذج وفي المقدمة ليستقبل هذه القضايا بحلها بأسلوب علمي بعيد عن العصبية. ونحن لا نتعامل مع هذه القضايا بالعاطفة، إنما نتعامل معها بمنهج القرآن والسنة، ونأخذ أيسر الأمور بعيد عن التعصب. ينير عقول الشعب والشباب تحديدا. بشكر حضرتك فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكل سنة وحضرتك بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف.